عادت أدراجها من حيث أتت، فلم تكمل هذه الطائرة رحلتها إلى عدن، بل أجبرت على العودة إلى القاهرة. الرواية الرسمية لخطوط اليمنية أرجعت السبب إلى تأزم صحة إحدى المسافرات، لكن المسافرين على متن الرحلة 609 أكدوا حدوث خلل فني في إحدى محركات الطائرة جعلها تهبط اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي، وتشير شهادات الركاب إلى تعرض بعضهم لحالات إغماء. أولاً بناء على شعورنا من إقلاع الطائرة وسيرها في حدود النصف ساعة أنها تسير بسير غير طبيعي، ومن ثم تصريح الطيار أن هناك خلل فني وإننا سنعود إلى مطار القاهرة. ومشاهدتنا للمضيفات في داخل الكابينة وين يبكين أيضاً. اكتفت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أسمتها ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة، وأصدر وزير النقل صالح الجبواني أمراً بإيقاف طائرة إيرباص 310 عن العمل. وقد أثارت رواية طيران اليمنية وموقف الحكومة الكثير من الاستياء الشعبي، خصوصاً مع تأكيد مصادر صحفية بأن هذه الطائرة أعيدت للعمل قبل شهر رغم كونها خارج الخدمة، وتحمل الطائرة أكثر من 200 راكب كانوا معرضين للموت. بعد ساعات من عودة هذه الطائرة بسبب الخلل الفني، أجبر التحالف طائرة أخرى بديلة لها كانت محلقة في أجواء السعودية في طريقها إلى عدن على العودة لمطار القاهرة، وليست هذه المرة الأولى التي يعرقل فيها التحالف تسيير رحلات اليمنية، فقد سبق وأن وجهت وزارة النقل اتهامات للتحالف برفض إصدار تصريحات الإقلاع، وهو ما يؤكد أن اليمنية والحكومة والتحالف وراء استمرار معاناة المسافرين اليمنيين العالقين في المطارات، وليس الخلل الفني وحده.